السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد الخولي. أنا عايش في أمريكا الجنوبية. حابب أكرر وأعيد عليكم مرة تانية، بعد الثلاث حلقات من دلوقتي إن شاء الله هناخد كورس للنطق الصحيح. الكورس دوت بإذن الله هنتعلم إزاي ننطق إنجليزي أمريكاني بالنطق الصحيح إن شاء الله. بعد الكورس دوت أوعدكم هتتغير حياتكم للأبد في تعلم اللغة الإنجليزية، وهتحاول تتكلم بالنطق الصحيح. هجيب لكم عصارة وخبرة سنين وسنين دراسة ان شاء الله باذن الله، هنجيبها في كورس صغير وهنحاول نتعلم مع بعض ازاي نحرك بقنا في الانجليزي ونحاول ننطق الكلمات. هعلمكم اسرار مهمه جدا في الكورس دوت. والنهارده مع حلقه جديده من سلسله حلقات الكونفرسيشن كورس، هنتعلم كورس المحادثه، ويلا بينا نبدا. وبالنسبة للناس اللي بيتفرجوا علينا لأول مرة، إحنا بنعمل خمس حاجات. أول حاجة بنسمع القصة مرتين، تاني حاجة بنتعلم كلمات القصة، تالت حاجة بتحاول أنت تقرأ القصة من على الشاشة بالنطق الصحيح، ورابع حاجة ودي المهمة بنتكلم إنجلش مع بعض، بنسأل أسئلة وأنت بتجاوب، وخامس حاجة والأخيرة بتحاول تقول القصة بطريقتك أنت في النهاية. ودلوقتي هنحاول نقرأ، أنا هقرأ القصة بالنطق الصحيح وأنت تحاول تسمع القصة مرتين. My name is Eric. This is our house. I'm in the bedroom now. I'm going to the kitchen. My mother is there. She's making the dinner. But I'm very hungry. I want to eat something before the dinner. I can't see my mother. She's making the dinner now. ودلوقتي حاول تسمع القصة للمرة الثانية علشان تنطق مظبوط. My name is Eric. This is our house. I'm in the bedroom now. I'm going to the kitchen. My mother is there. She's making the dinner. But I'm very hungry. I want to eat something before the dinner. I can't see my mother. She's making the dinner now. والنهاردة معانا سبع كلمات عشان نذاكرهم سوا. أول كلمة هي our house. Our يعني إحنا، بتاعنا، حقنا. مثلا لو قلنا our house يعني منزلنا إحنا. مثلا نقول our table، طاولتنا احنا، او our chair يعني الكرسي حقنا احنا. our مثلا عاوزين نقول our book يعني الكتاب حقنا. our هي حقنا، بس مش هي our، هي مش our، our لا، هي our. our our house. تاني كلمه هي bedroom. bedroom هي غرفه النوم. تالت كلمة معانا هي kitchen. عيد ورايا، kitchen يعني المطبخ اللي انت تطبخ فيه الطعام، المطبخ kitchen. hungry، hungry جائع، جوعان او جائع. hungry، خلي بالك في فرق بين angry غاضب، angry و hungry. بص ديت ها ها، hungry angry 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 hungry hungry. يبقى في فرق كبير بين hungry جائع و angry غاضب. want to ده فعل احنا خدناه قبل كده، يعني يريد ان، يريد. want to، عيد ورايا، want to. now الان، now. before قبل او من قبل، before. كمان مره before، حاول الار دوم مش شايفك، before. وبعد ما حفظنا الكلمات سوا هتحاول توقف الفيديو وتحاول تقرا القصه بصوتك انت، بس تحاول تقلدني، تحاول تنطق القصه بالنطق الصحيح. يلا القصه على الشاشه. تمام، وبعد ما انت قرات القصه تعالوا مع بعض النقطه الرابعه نتكلم انجلش مع بعض. يلا مفيش كلام بالعربي، بس القصه المفروض ان هي I am Eric، اسمي Eric، انا 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 في المطبخ، انا انا، بس احنا هنغير القصه شويه، هنخليها على هو، كان احنا بنتكلم على شخص، شخص اخر، شخص ثالث. هنقول هو اسمه Eric، هو ده منزله، والدته بتطبخ، هنتكلم عليه هو، شخص هو. يلا بينا نبدا. His name is Eric. What's his name? Eric. Is his name Adil? No, his name isn't Adil.
Is his name Osama? No, his name isn't Osama. What's his name? His name is Eric. Excellent. His name is Eric. Okay. This is his house. This is his house. What's this? His house. Exactly. So, he is in the bedroom now. Oh, where is he? Where? Exactly. He is in the bedroom now. Exactly. Okay, so he's going to the kitchen. His mother is there. She's making the dinner now. Okay, so who is going to the kitchen? Very good. Eric. Eric is going to the kitchen. Okay, who is there? Who is in the kitchen? His mother. His mother is in the kitchen. What's she doing? What is she doing? Or what's she making? Very good. She's making the dinner. She's making the dinner. She's cooking the dinner now. Who is cooking the dinner? Who? Who is cooking the dinner? Very good. Eric's mother. Eric's, بنحط حرف الاس للملكية. Eric's mother. عيد ورايا. Eric's mother. Eric's mother is making the dinner. She's cooking the dinner. Okay. Who is cooking the dinner? Eric's mother. Excellent. So, Eric is very hungry. He's very hungry. He can't wait for the dinner. He wants to eat something before the dinner. So, who is hungry? Who is hungry? Excellent! Eric! Eric is hungry. Exactly. Is Holly, Holly, me, is Holly hungry? No, I've just eaten. Holly is not hungry. Who is hungry? Excellent! Eric, is Osama hungry? No, Osama isn't hungry. Who is hungry? Eric. Yes, Eric is hungry. Okay, what does Eric want to do? What does he want? Perfect. He wants something to eat. He wants to eat something before the dinner. He's very hungry. Is he little hungry or very hungry? Perfect. He is very hungry. Who is very hungry? Eric. Eric is very hungry. Perfect. So, he can see his mother now. She's cooking the dinner. Who? Who can see his mother? Who? Perfect. He, Eric. Eric can see his mother. Perfect. What's she doing now? Or what's she making? Amazing! She's making the dinner. Is she making the breakfast? No. She's not making the breakfast. Is she making the lunch? No, she's not making the lunch. What is she making now? What? Very good. She's making the dinner. She's making the dinner for Eric. الحمد لله خلصنا النقطة الرابعة بنجاح. ما تنساش تحاول تجاوب على أغلب الأسئلة. تحاول تجاوب على أغلب الأسئلة. تتكلم معايا بالإنجليش. ولو معرفتش مفيش أي مشكلة. وقف وحاول تعيد الفيديو مرة تانية وتحاول تجاوب على كل الأسئلة. وبكده خلصت النقطة الرابعة. فاضل النقطة الخامسة. ما تمشيش. فاضل النقطة الخامسة. اللي هي النقطة الخامسة هتحاول تقول القصة بطريقتك أنت. ماشي. واحنا كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش ان شاء الله مع الحلقات اللي جايه هناخد كورس لتعليم النطق. وبالله عليكم لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ولايكس يا شباب. محتاجين الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وسي يو نيكست تايم. باي باي.